الحمد لله. أخي الحبيب، كيف أنت إذا فوجئت بالرحيل؟ إذا أمر الله سبحانه وتعالى ملك الموت بقبض روحك وتفاجأت بالرحيل، لا تظن أن الله عز وجل يقبض الكبار دون الصغار. الجرائد ملأة بالصغار وأنت تقرأ هذا، فلا تكن هذه الخاتمة السيئة التي بذلت قليل في الدنيا من أجل كثير في الآخرة. العاقل الذي يزن الأمور ميزانا صحيحا، يعني أنا أسأل أقول هل أنت مستعد للقاء الله عز وجل إذا فوجئت بالرحيل؟ كل يجيب نفسه. هل أنت فعلا مستعد للقاء الله سبحانه وتعالى؟ تارك الصلاة مستعدين للقاء الله عز وجل؟ الذين ملأوا المقاهي وتركوا المساجد، هل أنت مستعد للقاء الله عز وجل؟ الذين يجلسون في مجالس الغناء والزنا والرذيلة والكلام القبيح والغيبة والنميمة، هل أنت مستعد للقاء الله سبحانه وتعالى؟ أنا أقول أن متاع الدنيا قليل، وهذا أقوله بناء على قول الله سبحانه وتعالى، لأن الله ذكر أن متاع الدنيا قليل، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذه الحياة الدنيا، أيام ويرحل الإنسان. أنا أسأل سؤال، هل هذه الشهوة القليلة التي تركت فيها ذكر الله عز وجل مستعد أن تلقى الله في القبر؟ لعلها 100 سنة، لعلها 1000 سنة، لعلها 2000 سنة، حتى يأمر الله عز وجل بالبعث، وأن تعذب في قبرك من أجل دنيا، وما سماه الله دنيا إلا من دناءتها على الله ومن دنو أجلها وذهابها سريعا. أين العقلاء؟ إلى متى الغفلة؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يأني؟ ألم يأتي هذا الوقت؟ تريد أن تتحسر بعد الموت؟ لا تنفع الحسرة بعد الموت أخي الحبيب، انتبه، فوالله إن الشيطان يريد أن يظفر منك بهذه، أن الله عز وجل يسيء خاتمتك فتكون معه في جهنم ويتبرأ منك على رؤوس الأشهاد، كما قال الله عز وجل في سورة إبراهيم. قال الله عز وجل: ولما قضي الأمر، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم، كان الوعد من الاثنين فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان أو لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ما له قوة عليك، فقط دعاك استجبت، لأن الشهوة والهوى سيطروا عليك، مجرد أن دعاك استجبت أخي الحبيب. واليوم كثر تغيير الشكل، وهذا كله من الشيطان، تغير خشمها، تغير فمها، تغير ضروسها، تغير عيونها، تغير تلعب بشكلها، وكل هذا من الكبائر. تريد أن تنزل عند الله عز وجل وأنت مغير في هيئتك في شكلك؟ استعد للقاء الله عز وجل. هذه ذكرى، لا تقل الله غفور رحيم، لا تنسى أن الله شديد العقاب، لا تنسى أن الله عز وجل كما في الصحيحين عذب 2، أحدهما كان لا يستنزه من بوله، والآخر كان يمشي بين الناس بالنميمة ولم يبالي بعذابهما، والحمد لله رب العالمين.